في ايه يا بيه؟ حكومة؟ يا حوت الحقنا يا سيمبي. ابراهيم الحقني يا ابني. في ايه؟ الوقت يا سيمبي روح مني، مش عارف اعمل ايه. تلاش تلاش قوم تعالى قوم بسرعة يا ابراهيم. بس تعالى بسرعة. تقدري تقولي لي بقى انت بتعيطي ليه دلوقتي يا عبيطة؟ بقى ده بني ادم يتبكي عليه؟ ده واطي وندل وشكله استغفر الله العظيم. انا مش فاهمة انت وافقتي عليه ازاي؟ مش بعيطها ليه يا ماما؟ بعيطها على ايه؟ عشان اول مرة احس ان انا رخيصة ومليش ظهر. لا يا حبيبتي اوعي تقولي كده يا دراي، ده انت ست البنات. اللي ما يشيلكش فوق راسه هصيب جزمتك. انا عارفه اننا في امتحان صعب، بس ده ابتلاء، وان شاء الله بعد الابتلاء بيجي الفرج. وفرج قريب، ممكن يتاخر شويه بس جاي. وبكره تقولي بابا قايل. الواد ده أول مرة يتعب منكم ولا تعب منكم قبل كده؟ لا مش أول مرة، هو بيتعب بس مش للدرجة دي. أصل هو عنده مرض بيكسر الدم، عشان كده بنروح المستشفى من وقت للتاني بنغير له دم، وإحنا لسه راجعين المستشفى من يومين. يا جماعة الواد عنده أنيميا حادة، ده يا ولده زي ما يكون دمه بيتصفى. يا حبيبي يا ابني. يا عم ما تنقي ملفظك، دمه بيتصفى إيه؟ ما الواد زي الفل قدامك، هو مفيش حد خربوش يا إبراهيم. يا سليم بيه، مش أبوه بيقول قدامك إن دمه بيتكسر أو تكسير الدم ده يا بيه زي ما يكون بينزف بالظبط؟ الواد هيروح مننا يا حودة. وحيد الله، وحيد الله يا ام، خلينا نعرف نتصرف. بص يا استاذ محمود، الليله دي كبيره عليا، والواد ده بصراحه كده لازم يتنقل المستشفى. وسيبك من مستشفيات الحكومه لانك مش هتلاقي فيها مكان فاضي، الواد ده لازم يروح مستشفى خاصه، ومش اي مستشفى، لازم مستشفى كبيره يكون فيها عنايه مركزه للاطفال. مؤاخذة يا ابراهيم، يعني الموضوع ده كله يتكلف كام؟ يا عم ما تحملش هم، انا معايا فلوس ما تقلقش. لا 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 سليم باشا، خلي فلوسك معاك، انا محدش عارف الايام اللي جايه فيها ايه، انا هتصرف. يا عم اتصرف ايه، بلاش كلام خايب. الفلوس اللي معايا دلوقتي زنقه، ودي زنقتها خلاص. حضر الواد بس ومراتك ويلا بينا. يلا انا طالع اجيب الفلوس. ياسين اوعى تسيبنا يا حبيبي، لسه بدري يا ياسين. لا حول ولا قوة إلا بالله، سترك يا رب. ربنا يستر على الواد ده ويرجعه لهم بالسلامة. بسلامة يا أخوي. خايف عليهم قوي؟ أيوة طبعًا يا سليم بيه، أنت مستاهم باللي هم فيه. أصل سعادتك يعني لسه ما خلفتش ولا جربت الخلفة. لما تخلف يا سليم بيه هتعرف قد إيه الدنا غالي. طب يا سيدي أنا ما خلفتش، الدور الباقي على اللي شبع خلفة. ممكن تقول لي بقى ما بتحسش ليه؟ ليه الكلام ده بس يا سليم بيه؟ وانا عملت ايه؟ عملت ايه؟ شايف الناس هتتجنن على الواد، نازل في كلام زي الدبش، ما تهدى يا عم. استغفر الله العظيم يا رب، هو انا قلت ايه بس؟ كل ده ما قلتش حاجه، ده الواد اللي هو مش ابني قلت ده مات، ايش حال هم بقى يعملوا ايه؟ يا باشا مش بشرح لهم وبشخص لهم الحاله وافهمهم. يا عم لما تفهم انت الاول. الله يسامحك يا سليم بيه. دلوقتي لما يروحوا المستشفى هيقولوا لهم نفس الكلام اللي انا قلته ده بالظبط. ماشي يا عم القور. تعالى بقى نشوف الواد اللي جوه ده كمان هنعمل فيه ايه. هنعمل ايه؟ ده لو ضربه جنبه مدفع مش هيصحى من النوم. ايوه بس بعده ما يصحى ده قدام امه وابوه، شوف عامل معانا ايه. لما يصحى بقى لقينا معاه لوحده في البيت هيعمل ايه ده كمان؟ طب واحنا ايه اللي هيجبرنا على الحاجات دي بيه؟ ما نطلع احنا خليعه على فوق وسيبه هو نايم. وبعدين يصحى لقى نفسه لوحده؟ ما ينفعش. بس لما يصحى نشوف اللي هيحصل. ادي احنا واقفين يا باشا، لما يصحى نبقى نغني له الصح مدحن بوه انا وانت. ايوه كده اضحك يا سليم بيه، كتر الهم يعلم البكا.
ابني مش بلطجي ولا إرهابي، ابني متربي وأنا شقيت عشان أربيه وأعلمه، ضيعت عمري عليه، بيجي سليم الإنصاري في لحظة ياخده مني ويتلكك له. أول مرة تلكك له حطه في السجن، وبعد كده خده كله. ابني الوحيد اللي ماليش غيره في الدنيا قتله سليم الإنصاري. لما اتاخد أول مرة قلت له اهدى يا زياد، العين ما تعلاش عن الحاجب، وأنا كنت غلط. بقول لكل واحد زي زياد ما تسكتش إلا لما تاخد حقك، لأنها في الحالتين محصلة بعدها، كده ميتين وكده ميتين. بقول لكل أم زي ما تضغطيش على ابنك عشان تعلميه طاطي، اوعي تعلمي ابنك طاطي، خليه يموت وهو فخور بنفسه، هو رافع راسه وراجل بيجيب حقه وحق غيره. برافو يا رامي، حلو قوي الفيديو ده، لازم الدنيا كلها تشوفه بكره، صوت ام زياد لازم مصر كلها تسمعه. انا كده عملت اللي عليا، البركه فيك انت بقى. ما تخافش ان شاء الله هنهد الدنيا فوق دماغهم. ايه البيت الزفت ده؟ تصحى يا عم انت، ايه يا عم انت تبص كده ليه؟ انت هتاكلني؟ لا لا ساعه الصبح انت صحيت؟ لا لسه، بس انا متعود امشي رجلي وانا نايم. ليه يا شيخ وتمشي رجليك وانت نايم؟ طب ما تمشي لنا على الحيطه كده وتنزل من على السقف وتبهرنا بدل اللماضه يا ليمت. ليمت انت هتصاحبني؟ يتوب علينا ربنا. هيتوب علي من ايه ده؟ يا ابني هيتوب عليك من ايه؟ بقول لك ايه؟ ولا اقعد بقى ساكت عشان تفهم. انت يا صلاح شفت الفيديو ده بعينك؟ ايوه يا فندم. بطولة بالك يا اخي وقاعد هادي كده ساكت؟ انت عارف الفيديو ده هيعمل فينا ايه؟ هيهيج علينا الدنيا اكتر ما هي هايجه. وعلينا ليه يا فندم؟ احنا عملنا ايه؟ كل اللي في الفيديو هو الكلام بتاع الست عن ابنها وعن اللي عمله سليم الانصاري فيه بس. والعيال بتوع الفيسبوك هياخدوا الفيديو هيشيروه ويزعوه ويقولوا بقى كلام من عنده. واسمع بقى ما تكره، الداخلية هربته، الداخلية مش عايزة تسلمه، الداخلية بتحميه، خلاص ما بقاش ورانا حاجة غير العيال دي، والداخلية بقى كلها ما بقاش وراها إلا سليم الأنصاري. والله يا سيادتك يا فندم قلت المفيد، المشكلة مش في زياد ولا في الفيديو، المشكلة يا فندم في اللي استخدموا الفيديو ده. معك حق صلاح فعلا، الله يمسيه بالخير ويشفيه والدك. والدك كان عبقري، مشكلة زي دي كان بيبقى عنده ألف حل وحل. والله يا فندم أنا عندي خطة كده ممكن تريحنا من سليم الأنصاري ولو مؤقتا يعني، بس هو تقرير الأمن الوطني ما قالش مين اللي ورا الفيديو ده. إيه دي الحكاية يا عم حمزة؟ فهمت يا ابني؟ يعني هما نزلوا وسابوني على عماك كده من غير ما يفهموني الموضوع؟ توب علينا يا رب. حكاية التوبة مع العيلة دي، يلا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم كده، يلا كل السندوتشات دي ايه؟ ألاجة حاجة تستاهل بقك، كل كده والبس هدومك عشان أعمل لك كوباية شاي قبل ما تروح المدرسة. مدرسة إيه يا عم؟ النهاردة إجازة. إجازتي يا ابني؟ هو النهاردة إيه ولا كام في الشهر؟ أه صحيح، لا النهاردة 6 أكتوبر ولا مولد النبي ولا عيد تحرير سيناء، إجازة بمناسبة إيه بقى؟ النظرة بتاعتكم بتولد؟ لا خفيف، اجازه امتحانات. ولا انت اتفضت في المدارس كمان؟ ايه العيال دي؟ مش هحط سيطره هيخلف ايه يعني دكتور؟ قول يا حبيبي يلا بسم الله. عايز ادفع يا ابني. حاضر. اهلا وسهلا، مبنى كله نور. على فكره اجراءات الضبط دي كلها باطله، واللي بتعملوه ده كله مش هيعدي بالسهل. اجراءات ايه وقبض ايه؟ وانا لو عاوز اقبض عليكي كنت ابعت لك ضابط سمح وطيب زي الباشمهندس وليد، ده كمان جابك في عربيته الخاصه. ولما انتوا مش قابضين عليا جبتوني هنا ليه؟ مش يمكن عاوز ادردش معاك شويه؟ نشرب قهوه سوا ولا ايه؟ بس احنا ولا اصحاب ولا عمرنا اتقابلنا قبل كده عشان نقعد ندردش سوا. بس انا اعرفك كويس قوي واعرف عنك كل حاجه،
صحيح انت ما تعرفينيش، ودي فرصة ان اعرفك بنفسي. انا اسمي صلاح الطوخي. خسارة. يا خسارة ايه ما انت كاشف الطابية؟ ايه يا عم في حد يدخل كده؟ ما تخبط لما تدخل. اخبط ايه يا ابني؟ ده انا دخلت قعدت جنبك ما حسيتش، اخبط على الباب هتسمع؟ قول لي بقى بتسمع وانت بتلعب. مالكش فيه. ماليش فيه؟ دي العيال دي. وما قلتش يعني انت واخد اجازه عشان امتحان الشطرنج؟ لا ما انا زهقت من المذاكره، قلت اسلي نفسي شويه. سلي نفسك. طب قول لي بقى بتلعب حد بجد ولا بتلعب الكمبيوتر؟ لا بلعب واحد من روسيا. روسيا؟ الصلاة على الصلاة. احنا هنتريق بقى. يا عم ولا بتريق ولا حاجه، انت لعيب بس انت محتاج بس تركز شويه. ده عشان انك بتعرف بقى تلعب شطرنج وكده؟ لا يا عم على قدي. الحمد لله على السلامه مستحوذه. الحمد لله الكوره بتلعب كويس. كلامك صح. بقول لك ايه، وقت لابويا ان انا كنت بلعب لاتين عشتي. ليه بقى؟ هو ما بيحبش الشطرنج؟ هو ما يعرفش حاجه عن الشطرنج اصلا، بس انا ضارب وصله نت وما يعرفش. وضارب وصله ازاي؟ بعدين انا بقول لك بس اوعى تبيعني. ماشي مش هبيعك. انت ما رحتش المدرسه ليه يا انت؟ لا مؤاخذه حوده عندنا دي، احنا اللي ما صحناش وضعنا على المدرسه، بس من صباحيه ربنا هو كافي وش على الكمبيوتر عمال بيذاكر صح يا؟ طلعت اجدع منك صح؟ ذاكر ذاكر. لدرجه دي الفيديو بتاع مامه زياد عامل لكم برجله؟ لا برجله ايه اللي عاملها لنا الفيديو؟ لا برجله ولا حاجه. وبعدين ده الفيديو معمول بشكل جيد جدا، يعني اي حد يشوفه يتأثر وممكن يغضب. بس غريبة يعني. ايه اللي غريب فيها؟ يعني كنت مستنية الاستدعاء ده يكون من الأمن الوطني، إنما التفتيش غريبة صح؟ يبدو إنك عارفة في شغلنا كويس قوي، لكن ده مش استدعاء خالص، وأنا مش جايبك بخصوصك، أنا جايبك بخصوص سليم الأنصاري. سليم الأنصاري اللي أنتوا هربتوه؟ عاوز أفهمك حاجة، بلاش دماغ السوشيال ميديا دي هنا. انت عارفه كويس قوي ان احنا لو كنا عاوزين نساعد سليم الانصاري كان قدامنا مليون وسيله وطريقه نساعده بيها غير الطريقه البلدي دي. ما كانش في داعي بقى للكلبشات ولا للسجن ولا الهروب ولا اللي بيحصل ده كله. والله يمكن باظت منكم، عكت اي حاجه ما اعرفش. لا انت عارفه كويس قوي، مش عاوزه تضيع فرصه الناس سايره فيها وغضبانه ما تستغلهاش. بس انا ما بتبلاش عليكم. تحب اجيب لك قايمه بالتجاوزات اللي حصلت الفتره الاخيره ومن ضباط زيكم؟ ظهر انك ناسي انت فين. انت في تفتيش الداخليه، يعني اللي عارفين اللي انت عارفاه واللي انت مش عارفاه، والمسؤولين عن التحقيق في التجاوزات برضو اللي انت عارفاها واللي انت مش عارفاها. طيب كويس انك عارف. انسه جميله، احنا ما هربناش سليم الانصاري، وافتكر انك اشرف من انك تتهمينا اتهام زي ده، ولا تزر وازره وزر اخرى. انا مش عارفه انا ليه هنا اصلا، ممكن تفهمني؟ متخافش يا حوده، مفيش مصيبه ولا حاجه، ان شاء الله كله يبقى تمام. قوم يلا. على فين؟ أروح المستشفى. روح المستشفى نعمل إيه؟ يعني إيه نعمل إيه؟ مش بتقول فصيلة الدم الواد نادرة؟ عشان كده دخنا عليها مش لقينا. طب يا سيدي أنا فصيلة دمي أو نيجاتيف، يعتد أي حد. روح المستشفى وإن شاء الله نديله 20 لتر. استنى بس تسليم بيه، الحكاية مش سهلة كده. صعبة علينا ليه يا عم إبراهيم؟ ولو ابني ولا ابنك مش تعمل كده؟ يلا يا حوت يلا يلا وسيب على الله. سعادتك يعني انا مصدقني ان انت اتدريت هنا، وبعدين الطريق من هنا للمستشفى هنقابل الناس في المستشفى، ممكن حد معك يعني هتبقى في مشكله عليك. مشكلتي وانت تغير كلامك؟ مش انت قلت مفيش حد واخد باله من حاجه في المنطقة هنا، إنما المستشفى هيبقى في مشكلة أكبر. أنا خايف على سعادتك.
يعني انت خايف عليا ومش عايز اخاف على ابنك؟ ايه يا جدع في ايه؟ قوم يلا وسيب على الله. طب احاول اتصرف انا او اتصل بحد في مستشفى يتصرف في كيسين دم ولا حاجه؟ احنا لسه ما تجيب كيسين دم. وبعدين ما ينفعش تتصل بحد، احنا اكيد متراقبين وهيعرفوا مكاننا. يلا يا عمده. يلا وربنا يسترها. طب انا هاجي معاك. لا خليك. خلينا خفيف خفيف. يلا. يلا وسيب على الله. قوم. بص يا أنسة جميلة، إحنا وإنتي مش خصوم في المعركة دي خالص. إنتي معركتك مع سليم الأنصاري مش معانا. بس إنتوا سليم واحد. كان واحد مننا، دلوقتي إحنا حربنا ضد سليم الأنصاري، وعدو عدوي صديقي. يعني إيه؟ مش فاهمة. ما تيجي على سبيل التغيير أو على سبيل التجربة مثلا، نجرب ننسى خلافاتنا ونحط إيدينا في إيدين بعض. أنا مش للبيع يا صلاح بي. لا ما هو عايز أقول لك على حاجة، سيبك من الكلام اللي لا يود ولا يجيب ده. أنا ما بقولكيش اكتبي تقارير عن زمايلك، دي مش شغلتي أصلا. إنما عايزنا نساعدك إزاي؟ هو أنتوا ليكوا في حاجة تانية أصلا؟ أنا عاوز أقول لك على حاجة، أنا الوحيد في العالم ده كله اللي يهمه إنه يقبض على سليم الأنصاري ويسلمه للعدالة. يمكن يكون ده موقفك الشخصي، أما موقف الوزارة إيه؟ وأنا من الوزارة وده شغل الوزاره، وانت بهجومك علينا ده بتشتتي نفسك قوي، بتلخبطي الناس. بصي يا نساء جميله، المجرم في القضيه دي وهم يساعدونا. هاتيلي معلومه واحده حقيقيه وشوف انا هعمل معاكي ايه. مش هتخسري حاجه وجربي، ولو قصرت رقبتك ما تكمليش، ولو وصلنا لحاجه مع بعض يبقى يا ست ترجعي اشتمينا زي ما انت عاوزه. مش يمكن التجربه دي تخليكي تكتشفي حاجات ما كنتش عارفاها قبل كده، وهتحطي ايدك على حقائق عمرك ما كنت هتوصلي لها؟ مش يمكن تغيري موقفك؟ ولا انت خايفه من حكايه تغيير الموقف دي؟ ما اعرفش. الحق حقا يتبع، وانت حقانيه قوي بتدوري على الحقيقه. خليكي معايا. نويتي على ايه؟ خلينا نجرب نمشي وراهم المرة دي، أما نشوف آخرتها ايه. جميلة نفذت يا فندم، والهاشتاج بدأ ينتشر بين الناس على تويتر والفيسبوك. هيفضل الظلم والقهر وسلب الحياة حتى هو مصير أي حد يفتح بقه ويتكلم. سليم الأنصاري بيتعامل مع مصر كلها على إنها عزبة أبوه ومش همه أي حد. يا ترى بقى هتوقفوا بوعدكم معانا يا رب؟ الله ما فيش حد فوق القانون ولا لا؟ احنا مالناش غيرك يا رب.
تمام. دول الأربع أماكن اللي ممكن أقابلك فيهم أو حتى أبعتلك حد هناك. هنسميهم ألف وب وجيم ودال. أوعي تنسيهم. هو أنت بتتعامل معايا ليه على إن أنا عيلة صغيرة؟ كم؟ ماشي يا كبيرة. الخطوط بقى اللي أنت جبتيها هتاخدي واحد وتديني اتنين، ولما تعوزيني ابعتيلي رسايل بلاش تكلميني غير لو في حاجة مهمة أوي يعني. ماشي؟ عارفة والله، علشان مراقبة التليفونات أسهل بكتير من مراقبة المسجات. برافو عليك. لما تحبي بقى تبعتيه رسالة بلاش من البيت ولا من المكتب، بعتيها من الشارع من حتة بعيدة عشان محدش يعرف مين اللي بيبعتلي. ماشي؟ ماشي. وأنا أول ما الورق يجهز هبعتهولك على طول. بس خلي بالك يا فريد، الورق ده مهم، ممكن يوصلني لولاد الكلب دول. أنت فاهمة كويس طبعا صح؟ فاهمة يا حبيبي، ما تقلقش. حودة. أو مرشحات. عايزك بقى تركز معايا عشان عايزك في حاجة مهمة. رقبتي. تعرف تسوق بسكليت؟ أمان. آسف على المشكلة اللي عملتها لك. سليم الأنصاري. ده انتوا واخدين بعض عن حب بقى. أتاريك مش عاوز تساعدنا ولا تقول لنا سليم الأنصاري مستخبي في أنهي داهية؟ يا صلاح بيه، أنا زي ما قلت لسعادتك، اللي رمى لي الكيس كان لابس خوذة ما شفتش وشه، والموتوسيكل كان بدون نمر. اسمع، رجوع السلاح ما ينفيش عنك تهمة الإهمال اللي تسببت أصلا في ضياع السلاح، والحكاية دي أنا مش هعديها بسهولة. ده أنا هجيب لك عليها جزا، وجزا محترم كمان، وأخلي سليم صاحبك ده ينفعك. سعادتك عارف كويس أوي إن أنا وسليم عمرنا ما كنا أصحاب، إحنا مجرد كنا زملاء. وبعدين أنا مش جاي لحضرتك النهاردة عشان توقف الجزا عني. أمال جاي ليه؟ جاي تحرق دمي؟ جاي تقول لي في وشي إن سليم حر بيتحرك زي ما هو عاوز في البلد، مش عامل لنا اي حساب؟ يا صلاح بيه، انا جاي الفت انتباه سعادتك لحاجه. سليم غامر عشان يرجع لي المسدس ويحل لي المشكله اللي هو وقعني فيها. اللي يعمل كده مستحيل يضرب عيل صغير من غير سبب لحد ما يموته. معلش، افتكر حضرتك ممكن لو تعذرني بس في اللي انا هقوله. حضرتك محتاج تراجع موقفك تجاه سليم. تعرفني شغلي ولا ايه؟ اوعى تتخيل ان اللي عمله سليم ده هيخليني ارحمك. يلا امشي. حاضر. السلام عليكم. ازازة ماي لو سمحت. شكرا. ايه جاي يقول لي راجع نفسك في موضوع سليم؟ مش عارفين ان الضابط اللي بيتجاوز احيانا ده وبيعذب انه مش شرط يبقى من اكله لحوم البشر او ماشي راضي في الناس شمال ويمين، ده ممكن يبقى انسان طبيعي جدا، شخص لطيف وحبوب ولذيذ وابن نكته. مش فاهمين انه ممكن يبقى مع اهله واصحابه حاجه ومع الناس حاجه ثانيه خالص.
واكبر دليل على اللي انا بقوله لك ده اللي حصل لك. هو اللي عمل فيك كده واحد انا فاكره كويس قوي وانا صغير، كان دمه خفيف وابن نكته وكانت ضحكته مجلجله جوه البيت، وادي النتيجه. أنا متأسف يا سيادة اللواء، أنا آسف قلبت عليك المواجع. زنيتي؟ طبعا زنيتي، أنا زي ما خدتش بالي. لا وكمان أنت مين؟ أتاري ولاد الكلب بس سايبين فيها خرم إبرة. يعني الورق ده فيه حاجة كويسة لينا يا سليم بيه؟ حاجات حاجات يا هيمة. دلوقتي أنا فهمت اللي حصل ده حصل إزاي وليه، بس المهم بقى إن الورق ده فيه خيط هيخلينا نقلب الدنيا كلها فوق دماغهم.